أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية من العام الميلادي الجديد 2019 من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. عاما على انطلاق نشرة الأخبار المحلية لقناة المكلا، جهود تبذل لاستمرار العطاء. مناقشة الإجراءات الكفيلة لإيصال بث إذاعتي سيئون والمكلا إلى عموم مناطق المحافظة. تطورات خدمية وعسكرية وأمنية تشهدها حضرموت خلال العام الماضي. أهلا بكم. عام جديد لنشرة الأخبار المحلية لقناة المكلا. كانت الانطلاقة في الفاتح من يناير العام الماضي 2018. كاميرا القناة كان في قلب الحدث لتغطية الفعاليات والأحداث الدائرة في محافظة حضرموت، رغم ما مرت به القناة بالعديد من العقبات الفنية والتقنية، وبإمكانياتها المحدودة صارعت على البقاء في سماء المكلا. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا. عام مضى بالتمام والكمال على انطلاق نشرة الأخبار على قناة المكلا المحلية بطاقمها المتخصص وبجهود عالية وإمكانيات محدودة. غطت خلالها الأخبار والفعاليات والأحداث الدائرة بمعظم مناطق محافظة حضرموت ساحلا وواديا، رغم العديد من العقبات الفنية والتقنية التي واجهتها في تغطيتها. وكبت القناة خلال العام الماضي الكثير من الأحداث الهامة والمفصلية، من تحرير النخبة الحضرمية وادي المسيني، معقل تنظيم القاعدة الإرهابي والعملية العسكرية اللاحقة لها، إلى نقلها تغطيات إخبارية وتقارير ميدانية شاملة عن تطبيع الحياة وعودتها من جديد في ساحل حضرموت، وأخبار متفرقة من وادي وصحراء المحافظة، ومتابعتها المستمرة لموجة احتجاجات التي شهدتها المكلا جراء انهيار العملة المحلية. قام محافظ محافظة حضرموت قائد، ومنذ الأول من يناير العام الماضي وبعد افتتاحها رسميا من محافظ حضرموت في 27 من يناير من العام الماضي، صب طاقم القناة كل جهودهم وطاقاتهم في غرف التحرير والمونتاج والكنترول لأجل إظهار نشرة الأخبار المحلية بمظهر يليق بالإعلام المحلي ويلبي تطلعات المشاهد، وبباقة برامجية متميزة خلال العام من برامج المسابقات الرمضانية المباشر الذي حقق نجاحا كبير للعام الثاني على التوالي، وبعض البرامج التنموية المسجلة، وبرنامج صحافة الأسبوع الذي يتنقل بين محطات الصحف المحلية والعربية والعالمية لإظهار أهم ما تناولته في شؤون الوطن. واختتمت العام بالبرنامج المباشر حديث الشارع ليكون منبرا لصوت المواطن وطرحه قضاياه على طاولة للنقاش. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم بهذا الخبر، نصل وياكم إلى ختام هذه النشرة. لم يكن أشد المتفائلين للقناة يتوقع أن تستمر نشرة الأخبار بنحو 228 نشرة إخبارية يومية في العام المنصرم رغم التقطعات الفنية، ولا تزال القناة تسخر كل جهودها لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات على أرض الوطن رغم الصعاب، وستستمر لتكون منبرا لهوية وطن وصوت مواطن. تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المراكز الأمنية بمدينتي الشحر والحامي ومعسكر الإرسال التابع للواء الأحقاف بمديرية الشحر. وطاف محافظ حضرموت بأقسام مركزي أمن المحط والمنصورة ومرور الشحر ومركز أمن الحامي والمقد، مطلعا على عمليات البناء والترميم والتأهيل التي نفذت بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وحث محافظ حضرموت القادة والضباط والجنود على التفاني في خدمة المواطنين وضبط الأمن والشعور بالمسؤولية الكبيرة الملقى على عاتقهم اتجاه أهلهم في مديرية الشحر، لافتا إلى أنه قد تم زيادة عناصر الأمن والاستخبارات بالمديرية واتخاذ إجراءات أخرى ستؤدي لضبط الحالة الأمنية بشكل أفضل عقب جريمة استهداف مركز الأمن بحي المحط. كما ألقى محافظ حضرموت كلمة على ضباط وجنود معسكر الإرسال، أكد خلالها على رفع مستوى الجاهزية واليقظة والانتباه والتركيز على التدريب المتواصل
الذي يحقق للجندي الانضباط ويقلق فيه الشجاعة ويجعله مستعدا بشكل دائم لأي طارئ. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون عددا من المشاريع التربوية والتعليمية بمديريتي الشحر وغيلبة وزيرة. ودشن محافظ حضرموت في جولة الافتتاحات للمشاريع بافتتاح صفوف إضافية مع ملحقاتها ومختبر علمي وتأهيل المبنى القديمة وتحسين البيئة المدرسية بمنطقة جول شحير بمديرية غيلبة وزيرة وافتتاح 3 مختبرات علمية و3 مشاريع لتحسين البيئة المدرسية بمدارس باعمر بمدينة غيلبة وزيرة. وفي مدينة شحر تم افتتاح معمل حاسوب ومختبر علمي بثانوية بحسن ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تتكون من 12 فصل دراسي مع ملحقاته بمنطقة المجرف. كما وضع المحافظ البحسني حجر الأساس لمشروع بناء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بمبنى ثانوية بامطرف القديمة. وفي مدينة الحامي تم افتتاح 3 فصول دراسية مع ملحقاتها وتحسين البيئة المدرسية بروضة الحامي إلى جانب افتتاح قاعة كبرى ومعمل حاسوب ومختبر علمي بثانوية الملاح بطائع. وعبر المحافظ عن سعادته بافتتاح هذه المنشآت التعليمية والتربوية في أول أيام العام الميلادي الجديد مؤكدا بأن السلطة المحلية تولي التعليم والتربية محل اهتمام خاص للإسهام بفعالية مسيرة البناء والتنمية والنهضة في حضرموت. استعرضت لجنة المنغصات بوادي وصحراء حضرموت اليوم في اجتماعها مع السلطة المحلية سير الأعمال الجارية للمشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط والتي تم إرسال مناقصتها خلال الفترة السابقة. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الكثير وعضوية مدراء عموم مكاتب المالية والتخطيط والصحة والأشغال العامة والطرق والنفط بالوادي والصحراء لإدارة تلك المشاريع. كما أقر الاجتماع تكليف مدير إدارة الجودة والمشاريع المهندس خالد الجنيد بإعداد دراسة كاملة لإعادة تأهيل طريق العبر بن عفانة وردم التقطعات الإسفلتية التي تؤثر على حركة المرور. وكلف الاجتماع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت عضو اللجنة عبد الله نصر برفع مصفوفة متكاملة للمشاريع المنفذة مع توضيح المعايير الرئيسية في اعتماد تلك المشاريع. ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم سبل الإجراءات الكفيلة بإيصال بث إذاعتي سيئون والمكلا لتعزيز الربط الشبكي للإذاعتين ما بين الوادي والساحل من أجل تغطية مناطق المحافظة. واستمعت السلطة المحلية من مدير عام الإدارة الهندسية الفنية بالمحافظة المهندس خالد مساقع ونائب المدير العام المهندس علي بن قاضي الإمكانيات الفنية والمتوفرة حاليا لبث إذاعة سيئون عبر محطة البث المتوسطة ومحطات البث FM في كل من سيئون والقطن وشبام وجودة ونقاء البث في كافة مناطق الوادي والصحراء. وأبدت السلطة المحلية استعدادها لتلبية الاحتياجات من القوى الوظيفية والأجهزة والمعدات الفنية الضرورية التي يعتمد عليها العمل اليومي داعية الإدارة الهندسية إلى رفع تصور متكامل بتلك الاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. افتتح وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمود بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون 3 مشاريع تربوية تعليمية بمديرية غيل بن يمينة. واطلعوا خلال افتتاحهم لروضة أطفال الغيل على التجهيزات والمستلزمات والأدوات التي تخص برياض الأطفال وحافلة النقل للأطفال. أما المشروع الثاني فهو افتتاح روضة أخرى حكومية في منطقة العليبة. وقدم في مراسيم الافتتاح فقرات فرائحية ترحيبية واستعراضية بالمناسبة من قبل براعم وزهرات المنطقة نالت استحسان الحاضرين. وكان المشروع الثالث افتتاح المعمل المختبري العلمي النوعي لمدرسة الحضي للتعليم الأساسي بمنطقة العليب الذي شمل كافة التجهيزات والوسائل العلمية التي تسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق لطلاب وطالبات المدرسة. وقدم التلاميذ وتلميذات المدرسة أنشودة ترحيبية فرائحية بهذه المناسبة.
عقد وكيل حضرموت المستعل لشؤون الشباب فهمي باباوي لقاء بمكتبه بالمكلا مع قيادة اللجنة التحضيرية لاتحاد شباب مديريات ساحل حضرموت التطوعية. وجدد الوكيل باباوي حرصه على تذليل كل العراقيل التي تقف أمام عمل اللجنة التحضيرية في إشهار وتأسيس الكيان الشبابي النوعي والذي سيكون واجهة لكل المكونات الشبابية على مستوى مديريات ساحل حضرموت في توحيد الجهود بما يخدم المجتمع المحلي. كما أكد إلى ضرورة عمل التخطيط الاستراتيجي وفق لما هو متاح لتكون هذه الخطط نوعية وجديدة لمشاريع وتطلعات الشباب. وكان رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس اتحاد شباب المكلا حسين باصمد قد تطرق إلى ما وصلت إليه اللجنة في عملية استكمال الإشهار وإقامة حفل الخاص لانطلاق الكيان. عقد بقاعة غرفة تجارة وصناعة حضرموت ملتقى رجال الأعمال والتجار لعرض أفكار ومشاريع المخترعين القابلة للتصنيع بشراكة مع مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي. ودعا وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي رجال الأعمال والتجار إلى الوقوف أمام هذه الأفكار والمشاريع القابلة للتسويق والتصنيع ودعمها لتصبح واقعا ملموسا للنهوض بمستقبل حضرموت، مشير إلى أن السلطة المحلية تعتزم إقامة مؤتمر عام لعرض رؤية وتطلعات الشباب حتى عام 2030. وأشار القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية المحامي مجدي بوعابس بأن هذا الملتقى يأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها الغرفة التجارية مع مؤسسة حضرموت للاختراع. وقال المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذ سولاف الحنشي أن 94 مشروع قدمت للصندوق وتم قبول 40 منها، مشيرة إلى أن حاضنة حضرموت لريادة الأعمال ستمنح مشاريع الشباب التدريب والتأهيل على كيفية إدارة المشاريع وتسويقها. واقترح رئيس لجنة الاستثمار والبنوك صالح عمير إلى ضرورة إنشاء مكتب تسويقي للمشاريع الاستثمارية لتسويقها على رجال الأعمال والتجار. واستعرض الملتقى عددا من المشاريع الاستثمارية والشركات التجارية وطريقة الأسهم والشراكة قدمها الشباب القائمين على هذه المشاريع الاستثمارية والتجارية في حضرموت. نظمت جامعة حضرموت ورشة عمل حول رؤية ورسالة الجامعة والخطة الاستراتيجية الثانية لمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بتمويل من مؤسسة العون للتنمية. وخلال الورشة أكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش بأن الجامعة شهدت تطورا كبيرا خلال 8 سنوات الماضية وتبنيها لموضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرا إلى أن الجامعة وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية أنجزت جميع مراحل التطوير وتوصيف المقررات الدراسية للكليات العلمية. وستشهد جامعة حضرموت توسع في برامج الدراسات العليا. وأوضح خنبش أن الجامعة ستفتح مساق الدكتوراه لبرامج الدراسات العليا خلال عام 2019، معلنا بأن المركز الأكاديمي سيشهد شراكات إقليمية مع مركز تطوير المهارات بجامعة الملك سعود. وناقشت الورشة الرؤية والرسالة للجامعة ورؤية ورسالة مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة والأهداف الاستراتيجية والفرعية للمركز. على صعيد متصل قام رئيس جامعة حضرموت بافتتاح القاعة التدريبية الثانية التابعة للمركز بتمويل من مؤسسة العون للتنمية واطلعوا على التجهيزات التي شملتها القاعة. اطلع مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العبثاني على التجهيزات والأعمال الجارية لاستكمال مبنى الأمن الجديد بالوادي. واستمع العميد العبثاني أثناء زيارته من المهندس المختص المشرف بأعمال تنفيذ المشروع على الخطة التنفيذية في استكمال المشروع والجوانب الفنية العالقة والمدرجة في طور التنفيذ. وأشار العميد العبثاني إلى أن المشروع سيشكل إضافة نوعية للبنية التحتية للأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة استكمال المشروع حسب المواصفات وتسليمه في الوقت المتفق عليه. التقت نائبة مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون العمليات السيدة فريا رادي بقيادة فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت بمدينة سيئون للتنسيق على الترتيبات الأولية في تبادل أسرى الحرب.
وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت الدكتور مرتضى بن يحيى نشاط الجمعية والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها الإنساني لخدمة المجتمع، مشيدا بالجهود التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجوانب الإنسانية. بدورها أوضحت السيدة فريا رادي بأن اللقاء يهدف إلى تنسيق الترتيبات الأولية مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة والمشاركة في عملية تبادل أسرى الحرب بين الجهات المتصارعة في اليمن. من جانبه أكد بن يحيى على الإجراءات والاستعدادات لفرع الجمعية وفقا للإمكانيات المتاحة الفنية والبشرية في الإسهام بهذه المهمة الإنسانية التي تندرج في إطار مهامها وأهدافها الإنسانية. اختتمت بمدينة سيئون دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج SBSS التي نفذتها الإدارة العامة للبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء لكوادرها الإدارية، وتهدف إلى بناء قدرات الكوادر الإدارية في إكساب معارف ومفاهيم وخبرات علمية في جانب التحليل الإحصائي للبيانات وفق البرامج العلمية. وتلقى المتدربون في الدورة جملة من المعارف العلمية والمهارات وأساليب التعامل مع التحاليل الإحصائية للبيانات. واختتمت الدورة بتكريم مدرب الدورة بشهادة تقديرية وتكريم المشاركين بشهادات مشاركة. شهد العام الماضي العديد من التطورات والأحداث الدراماتيكية على كافة الأصعدة الخدمية والعسكرية والأمنية على مستوى محافظة حضرموت. التقرير التالي يسلط لنا الضوء على أبرز أحداث عام 2018 للميلاد، نتابع. من عام لتمكين الشباب وما شهدتها المحافظة من احتياجات واسعة ومبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية وإنجازات على الصعيد الأمني والمدني والخدماتي وغيرها من الكثير من الأحداث التي كانت حصيلة عام 2018 الذي انقضى دون رجعة، مرت محافظة حضرموت منذ مطلع العام الماضي بأحداث مهمة لم تشهدها المحافظة من قبل، إذ شهدت إنجازات عديدة من المشاريع الخدمية في البنية التحتية إلى افتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع الصحية والتربوية التعليمية ومبادرات السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطنين. ولعل الحدث الأبرز خدماتيا تدشين السفير السعودي منحة المشتقات النفطية المقدمة من بلاده لدعم قطاع الكهرباء، وزيارة محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوادي وصحراء المحافظة وتفقده وافتتاحه لعدد من المشاريع من المياه والطرق وما شهدته بعض المديريات من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة جراء الحالة الجوية اللوبان وإعصار ماكونو والتي أودت إلى أضرار بالغة بالطرق والجسور وقطع بعض القرى والمديريات عن بعضها ناهيك عن قطع خدمات الاتصالات وكيبل الإنترنت الأساسي. مشاريع عديدة لم يكشف مصيرها بعد من إعلان محافظة حضرموت في 2018 وهو عام تمكين الشباب وما تلاها من وضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرق والجسور والشوارع الرئيسية بالمدن وخدمات الاتصالات والإنترنت، كذلك مصير إيرادات المكاتب الخدماتية وغيرها لم تستكمل خلال العام. ذلك العام شهد أيضا على الصعيد العسكري إعلان محافظ حضرموت بأنه عام لرفع القدرات النوعية للوحدات العسكرية والأمنية وانطلاق العمليات العسكرية لقوات النخبة الحضرمية ضد العناصر الإرهابية، انطلاقا من عملية الفيصل لتحرير وادي المسيني واستهداف العناصر الإرهابية لنقطة العقيق بمديرية حجر راح ضحيتها نحو 10 شهداء، الأمر الذي دفع المنطقة الثانية بإطلاق عملية الجبال السود والقبض الحديدية، بالإضافة إلى تسليم التحالف العربي حماية سواحل الوطن إلى قوات خفر السواحل بحضرموت. جهود دولة الإمارات العربية المتحدة كانت حاضرة بقوة، فقد ساهمت بانتشال جوانب عديدة أمنيا وعسكريا ومدنيا من جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساعداتها الإغاثية ومساهمتها في تسيير الزواج الجماعي إلى تطوير الجانب الأمني والدفاع المدني والمراكز الشرطوية والسير والمرور والدعم المتواصل بالمعدات والمركبات والتأهيل والزيارات الميدانية لعدد من اللجان الفنية والإشرافية على عدد من القاعات المدنية.
أمنيا، فقد كانت البداية من تدشين حملة منع السلاح تحت شعار المكلا مدينة آمنة بدون سلاح، وهي حملة توعوية لمنع حمل السلاح وتأهيل دولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع الأمني وإعادة مراكز أمنية مجددا وتخريج 3 دفعات من رجال الأمن بعد إعادة تأهيلهم وبسط قوة الأمن على مفاصل ساحل حضرموت والقبض على عدد من الخلايا الإرهابية في مدينة المكلا. أحداث وتطورات مثيرة أيضا من نصيب وادي وصحراء حضرموت واستمرار مسلسل القتل في ظل صمت مريب من المنطقة العسكرية الأولى، راح ضحيتها جنود وشخصيات اجتماعية وعسكرية وأمنية، ومعها ترتفع الأصوات المطالبة بتسليم الوادي لقوات حضرمية. عام 2018 مر على مدينة المكلا بأمن وأمان، واستطاعت السلطة المحلية والعسكرية المحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققت وإعادة الثقة بين المواطن ورجال الأمن، وما مكنها على فرض اللبنات الأولى للنظام والقانون وحماية المدن الرئيسية من أي اختلالات أمنية. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عاما على انطلاق نشرة الأخبار المحلية لقناة المكلا، جهود تبذل لاستمرار العطاء. مناقشة الإجراءات الكفيلة لإيصال بث إذاعتي سيون والمكلا إلى عموم مناطق المحافظة. تطورات خدمية وعسكرية وأمنية تشهدها حضرموت خلال العام الماضي. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.